السبور، الموسيقى، الأخبار. وزفن. فن معك التصوير. عسلامة، مرحبا بك سي سمير. عايشك، مرحبا. سلامة. باش تعرفنا عمي سمير على مشاكل اللي صايرة في سوق المنزل، شنو هي المشاكل اللي تعرضوا لها كل يوم؟ المشاكل أن مناش محترمين الانتردي، مشاكلنا في السوق بارابول النصابة اللي خرج مانكان ماذا بيه الآخر يخرج زوز، محترمناش الرصيف، محترمناش المترجل، محترمناش اللي جي اللي هاك يحب يرمي كرابته قدام حانوته، مش يرمي فرغ سلعتك على القلب وتعدى. خويا نحبوا نقطة نظام، نظمونا بابا فيها باس، احني نحبوا اللي يعمل حاجة احني معاه ينحونا النظام. باقي أمور الحق المنزل لأنها سرقة في سوق المنزل في رمضان بالقديك أمور مراقلة، نقصتنا إلا هاكي اللي يجي وجدتنا لجا البلدية واللي منبهت علينا وعطونا ساعات باش نمشوا غدوة للبلدية ونمشوا مركز الشرطة ونحكوا معاه. خويا احني معاهم أن النظام كما قلت لك لانتردي، اللي يجيب ربي باش يخلص على اساس ما يخلصهاش، يقول تعالى غدوه تعالى بعد غدوه، وهو ما يتكلمش حتى 100 فرنك نهار ب 5000 الشهر للتنظيف عامل النظافه ما عندناش، يا سيدي نخلصوه 3000 4000 فرنك عامل النظافه خلصوه. ومشيت البلديه وقالوا لي لا، ومشينا للاتحاد جينا 7 من الناس على اساس باش نعملوا لجنه، امس زوز من الناس اني وطيب حويضه البارفيمري مش حبك هذا اللي يقول لي مجال بسلاسل، بعد كي يجي يقول لك شبي حجاز لي سلاحتي شبي معناش كنت نتكلم علينا، والاتيكا قال لك تعالى انضوي تحتنا واعملوا غرفه وخذوا اشتراكاتكم واني ندفع لكم. اكيد ان شاء الله كما سمعنا عمي سمير يعني حكى لنا برشا حقائق اللي صار في المنزل، اللي هو اكثر حاجه ما ثمش نظام، لا نظام في سوق المنزل، يعني شويه نظام الناس كلها تتفاهم واكيد يولي الاحترام يعني بيناتهم وكل شيء. مساعدين نمشوا بحول لا مساعدين نمشوا عادي. والله المشاكل هي الساعة البار هذا، البار هذا أكبر مشاكل عم، وعندنا مشكلتنا في الزبلة، وعندك في نقول إحنا في المناسبات ناقصين شوية أمن، خاطر تصير برشا مشاكل هنا في السوق، ساعات على حانوت يمشي كاكا مسكين ضحية، هذه هي مشكلتنا إحنا في السوق المنزل. السلام ومرحبا بكم كالعادة، كنا موجودين في سوق المنزل شفنا مشاكلهم ومشاغلهم وعطونا آرائهم، وتوا موجودة حاليا في سوق الحنة. سوق الحنة أكيد أكيد سوق الحنة نقولوا احنا أكيد ما معروفة سوق الحنة في جابس بالحنة والبخور، وأكيد السياحة فيها موجودة بكثرة، لكن لاحظنا اللي السياحة في جابس أكيد في سوق الحنة نقصت برجة في تراجع كبير. أكيد من الثورة لتوا نقصت شوي خدمة سياح والليبية معناها كل داخلية سياحة داخلية في كل تعرب في بعض معنا جوابسية هيك شوية في هيك نقص شوي حتى الرحلات ماشي كما قبل. وحسب رأيك عباس علاش الأسباب، تعرف تعطينا شوية أسباب علاش؟ أول حاجة أمنية من أمنك أول حاجة هذيك خاصة يعني فما نقص في الأمن؟ أي بطبيعة واضحة من الثورة لتو. عسلامة ومرحبا بك نادر. عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بوزيسة فهم. أكيد مرحبا بك. أكيد نادر باش تحكينا شوية على المشاكل، يعني من غير تعليق من غير ما نعلق من غير ما نحكي برشا، باش تحكينا أنت على اللي صاير في سوق الحنة. نقائص السوق الحنة قبل ما تكون نقائص معناها كما نقوله حرفية معناها ناقصة حرفية ناقصة حاجة، نقائص في زيارة المسؤولين، فهمتي؟ المسؤولين الأولين معناها نشكر الساعة السيد والي جابس جي مرة هني تخل شبح سوق الحنة ما فهم شيء، تصوري قالك أني كنت نقرأ، هو السيد الوالي قريب في جابس فهمتي يعرف سوق الحنة كيفاش كان، عمل دورة هني وحكيت معاه وريته برشا حاجات، قال باش نعمل برشا حاجات شوفوا معناها شكون كبير في السوق هذا يزيني ويرحم والديه، صارت معناها الحكاية فما شكون عملوا معاه اجتماع وقال إن شاء الله باش ننظروا في معناها الموضوع ونعملوا فماش حاجة فماش إمكانية أنا باش نرجعوا نصابي كما كان قبل فهمتي، خاطر سوق كيما نقولوا بطحه هيك
كي حتى كي تبدا فما الكليونات فما الخدمه ما فيهاش رونق. فهمتي الرونق وين في الصناعه التقليديه؟ الرونق يبدا معناه السوق كيما نقولوا شارجي. فهمتي يبدا مثلا هذا الحوان تبدا من هني شيرت كيما نقولوا نصابي كيما كان السوق قبل كان تعرفوه. ونرجع تو الموضوع الخدمه والسياحه. السياحه هي حاجه معناها تو تونس كامله، تونس كامله تعاني من حاجه اسمها سياحه. وابار السياحه في تونس عندنا مناطق داخليه باهي نخدمه، حتى السياحه داخليه نخدمه. فهمتي نجمه نخدمه. وحاجه اخرى سوق الحنه معناها مش نقول لك حاجه توجع القلب رهيب صراحه نقولها لك، حتى مالينا في السوق مالي لحم معناها الرجال كيما نقولوا التجار الكبار بعد برشا حكي برشا بعاد على ناس اخرين على صفاقس على سوسه. جيت تحكي معاه تقول نمشوا للولايه، نمشوا للولايه كيما نقولوا نمشوا نقابلوا الوالي نحكوا معاه، نمشوا نقابلوا هاي نهزوا روحنا نسكروا نهار مثل ما يسالش قداش من حانوت احنا هني نلمدوا بعضنا نسكروا ونمشوا نعملوا حكايه نشوفوا الوالي يا اخوي نحكوا معاه تعال شوف لنا حل باش نشوفوا احنا مثلا عندنا برشا طرق باش نمشوا لها مثلا في امور تجار، عندنا مندوب بالسياحه، عندنا مندوب الثقافه يجي يعمل مثلا هني تظاهرات كذا تحرك بها السوق، عندنا مثلا كما قلت لك رئيس بلديه السوق كما تشدش هذايا مثلا ريتيتا وكي تشدش قدام حانوتها كل صباح يبخ ويفرح ضربه ما فما حتى انسان عون نظافه يجي ينظف السوق هذا. كي تشوفي انت البان تاع الدخان في لوطا كيفاش، تشوفي لوطا تاع الدنيا كيفاش، البلاصه هذه كما جاش تصورها اخويا راتها هذه وين تصب المطر خمسه سته من الناس يعثروا ويتكلخوا فم عادي جدا. هذا راته سوق الحنه، سوق الحنه هذا هو وجه جبس وهو نواره جبس. فهمتي وكما قلت لك التجار تاع سوق الحنه يلزم يحلوا مخخ. هذه منقاله هذه عندها قداش تحسن عامين عامين تحطت فميك استبشرنا الناس كل سوق الحنة الكل فرحنا ها بدنا نحس. اما احنا راتي العقل الانسان الضعيف معناها كيما نقولوا مش الانسان ذاك اللي يفرح يرحاش تو فما براس امكم فما انسان الكتريسيان يعمل منقاله قبل ما يعدي خيوط الضوء من برا ويعدي تبي معناها اللمبات تاع الضوء كذا جاي حط منقاله شوفي لين تسوست ها تصورها اخوي براس ام ها ما عادش فيها شيء شوف هذه شطالها ها هذا كل مش شمس شت تقوض ها رات هذه منقال هذه بربي كان عندكم فكره قداش تعمل هذه مثلا نفهم هذه منقاله هيك كي يشريها هو مستاق ولا استاق قداش بتكلفت لي هانها ملوحه فميك هاي سيدي شوف هذاي ها انت من اللوح تفهم كل شيء يعني نقوله محطوطه حتى ما ثم حد شيء ما عنده حتى رول يعني. ديكوراسيون جيس البلاصه هذه ابارامون كانت بضاء برشا انا حطوا فيها حاجه هنا جيست انا منظر علاش كان في سوق الحنة؟ علاش مثلا المرة فات صار التنظيف لسوق شقارنا وكذا منا ومن حتى هذا ناس تاكل في الخبز سبحان الله ناس زواول اقسم لك بالله ناس مسالة ديون عليها ما نحكي لكش ما يحبوش يتكلموا غبرك هم ما يحبوش يتكلموا برشا تجارة والله ديون على روسهم مش نرمال تشوفي فيه ويعلم بيهم ربي ناس تدخل الحانوت على حانوت اللي كان حنحكي لك نوريك حوانت كانت قبل كي كانت الخدمة كانوا معناها كيما نقولوها معرض مش واحد تجي تدخل تو الحانوت يسخف مسكين اللي عنده لا سلعه لا شيء باش تمشي تجيب سلعه فهمت شنو باش يجي. وكيما قلت لك بربي يا سيد الوالي كيما جيتنا المره اللي فات براس امك سيد الوالي طلب اخر تعال في زياره حق زياره رسميه لسوق الحنة مش مره فات انت خذيت بخاطري ودخلت اما المره هذه نحبها زياره رسميه انك تحكي مع الناس كل تحكي مع كل تاجر وتشوف شنو النقايص خطر بالرسمي يا سيد الوالي هذه يا راهي نواره جبس راهو ما يجي حتى حد من تونس كامله وما يهبط الجبس ويهبط كان للسوق هذي مني باش ياخذ الحنة ومين باش ياخذ الملوخيه مني باش ياخذ القف كام السوق هذي فلهذا نوقفوا للبلاصه هذه راهي وعدنا سيد الوالي بالتنظيف وهنا التنظيف قدامك سيد الوالي راه ما جي حد نظف. سبور الموسيقى الاخبار وزفن سمعك التصويره.